نحاول بقى لنا جزء في المسألة، جزء بسيط اللي هو ايه، ان احنا بقى نحسب الدلتا توتال. انا دلوقتي حسبت مين؟ حسبت الدلتا ايه؟ دلتا اي. عاوز احسب الدلتا توتال اللي هي بتساوي الدلتا اي واحد زائد ايه؟ زائد الفاي. ده طبقا للكود المصري وكده يعني. فبالتالي يبقى انا دخلت هنا ايه؟ طبعا انا عارف ان الدلتا اي هو الجزء الاميديت اللي هو ايه؟ عند تايم ايه؟ زيرو. مع الوقت مع العمر بيحصل زياده نتيجه الكريب، يبقى عندي ايه؟ الدلتا توتال. الشويه اللي فوق دول اللي هم نتيجه الكريب. فانا دلوقتي عاوز احسب الدلتا توتال اللي انا حسبته لغايه دلوقتي اللي هو الاميديت، وده قلت مش الحقيقه. انا عاوز احسب اللي هو على اللونج تيرم، اللي هو على المدى الايه البعيد، الدلتا توتال. فهنعمل ايه؟ لو انا بصيت للمساله، لو انا قلت نمره واحد، ايه اللي بيحصل؟ بقوم احط الديد واللايف عند تايم تي يساوي صفر، فبالتالي ده بيديني دلتا اي اللي احنا قلنا عليه اميديت لكل الايه؟ لكل اللودز. يعني احنا حسبنا دلوقتي دلتا اي اللي هو الاميديت عند تايم زيرو للاول لودز اللي هو الايه؟ الاول لودز اللي هي الديد زائد الايه؟ زائد اللايف. وطلع ليه قيمه؟ ايا كانت القيمه يعني. زي مثلا هنقول ايه؟ 35 مثلا ملي. بس وانا بحل اكتشفت ان القطاع طلع ايه؟ طلع كراكد. فخلاص وطلع الحل 35 مللي. انا بقى نمره 2 عاوز احسب الدلتا توتال اللي هو على اللونج ايه تيرم، على اللونج تيرم اللي هو هيبقى عندي الكريب والشرينكج، هما اللي لهم دور ان هما يكبروا الدلتا اي، الكريب والايه والشرينكج. فاحنا طبعا ما زلنا مع الجزء الثاني اللي هو دلتا ايه، دلتا تي اللي هو مع اللونج تيرم، يبقى عندي كريب وشرينكج. طيب مين بقى اللي هيواصل معايا من عند التايم تي بيساوي صفر؟ مين اللي هيكمل معايا لغايه تي بتساوي تي واحد، لغايه اي عمر؟ ده انا كده ماشي مع العمر بتاع المبنى. اللي هيواصل معايا او هيكمل معايا حاجه اسمها الايه؟ السستند ايه؟ لودز، اللي هي عباره عن الديد زائد نسبه من مين؟ من اللايف. وانا قلت الالفا بتساوي ربع اللايف لود، طبعا هنقول الالفا بربع وخلاص، الالفا هتساوي ربع في حاله المباني الايه؟ المباني السكنيه. ده منين؟ يبقى هرجع للكود المصري. طيب يبقى انا دلوقتي كان في الحاله رقم واحد كان عندي ديد زائد لايف وحسبت دلتا اي. طب مين بقى اللي هيكمل معايا؟ اللي هيفضل بقى ماشي معايا مستمر اللي هو ايه؟ ديد زائد ربع الايه؟ اللايف. الاحمال دي all loads، لكن الاحمال دي اسمها ايه؟ sustained loads. يبقى sustained
لودز عندي في المسألة عبارة عن الديد زائد ربع الايه؟ زائد ربع اللايف، دول اللي هيفضلوا قاعدين مكملين، وهيجي عن طريقهم الايه؟ الزيادة في الايه؟ في الديفليكشن وكده يعني. فأنا هعمل ايه؟ عاوز أحل المشكلة ديت. أحلها ازاي؟ أنا أتخيل إن عندي ديد زائد ربع اللايف، دي اللي هي الايه؟ السستيند. هتعمل معايا ايه الاحمال ديت؟ تعمل معايا هتقوم بدورين، دور اميديت، انا بس بفصل الاحمال لجزئين يعني، ديد والربع دول موجودين اميديت ومكملين ايه؟ ومكملين لونج تيرم، يعني دول كانهم موجودين من الزيرو لغايه ما لا نهايه. فهنا برضو ايه؟ ديد زائد ربع اللايف لونج ايه؟ لونج تيرم. باقي الافكت بتاع مين؟ باقي مين؟ باقي الافكت اوف ال 75% الايه؟ اللايف. يعني انا لو خدت الديد مع ربع اللايف اميديت ولونج تيرم خلص، باقي دور مين؟ دور ال 75% الايه؟ اللايف. عاوز اخد الافكت بتاعه، يبقى كده خلصت الايه؟ خلصت المساله. بس الافكت ده يبقى ايه؟ يبقى اميديت ايه؟ اميديت اونلي، صح؟ لان اللايف 75% دول هيمشوا، فمش هيشتغلوا ايه؟ على اللونج تيرم، فالدور بتاعهم ايه؟ اميديت، وبعد كده ايه؟ خلاص انتهى. فانا عندي مشكله. مشكله ايه؟ غير جائز. يبقى المشكله غير جائز وضع اللايف لود وحده على الكاميرا، يعني ما ينفعش اعمل حاله تحميل لايف بس، صح؟ ليه؟ لان مستحيل يبقى اللايف لوحده. فكوني بقى اقول لك طب ما ترسم سيمبل بيم تحط عليها 75% اللايف وتعمل التشيك شرخ ما شرخش وتحسب ديفليكشن وتضيفه، الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ لان مستحيل اللايف ايه؟ يتواجد لايه؟ لوحده. يبقى كده انا مش قادر، يبقى الحل كده مش ماشي. ده نمره واحد، ان انا مش هقدر اعمل حاله لايف بس. ليه؟ لان ده مش ممكن. ده نمره اتنين. ايه تاني؟ ان وجود، لو انا افترضت جدلا انه ينفع، ان وجود، احنا طبعا ممكن ايه عشان بس نخلي ايه؟ نخليها 75% اللايف، يعني 75 اللايف زي اللايف، ما ينفعش ايه لوحده يعني. ده نمره واحد، ان مش هينفع يبقى في مساله فيها لايف بس، لان ده غير مطابق للواقع. لو انا سلمت جدلا ان ده ممكن، يبقى وجود ال 75 من 100 لايف وحده تعني ايه؟ ان الكراكس هتبقى قليله، يعني لما تحمل الكاميرا بجزء صغير من الاحمال هتبقى الكراكس ايه؟ مش موجوده ممكن، وبالتالي تضطر تحسب الاي كراك الاي جروس. لكن اما اللايف يبقى موجود في وجود الديد، يبقى الاحمال كبيره، يبقى القطاع ايه؟ يبقى القطاع مشرخ، يبقى اي كراك. ده معناه بيقول لك ان انت حتى لو سلمت جدلا ان اللايف هيبقى متواجد لوحده فهو قليل، فهتحسب حساباتك على اساس الاي جروس، لان مش مفيش روح. لكن اللايف لما بيبقى متواجد مع الديد والاثنين مع بعض عملوا حاجه كبيره، فخلت القطاع يشرخ، فالقطاع بتحسب الاي افكتيف. فحتى كمان لو سلمت جدل انه يبقى لوحده، فبرضه حساباتك هتبقى بيزد على فرضيات ايه؟ برضه مش هتتحقق. يبقى احنا دلوقتي مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا ازاي نعمل الافكت بتاع ال 75 من 100 لايف، بس بطريقه ايه؟
بطريقه تكون هي تقريبيه طبعا، بس تكون اقرب للايه؟ اقرب للمنطق. فهعمل ايه؟ اقوم واخد كده حاله بسميها ايه؟ immediate all loads. انا طبعا قلت الافكت بتاع ال 75% لازم يكون immediate ايه؟ only، صح؟ ما ينفعش بقى ما عادش حته الايه الكريم او اللونج تيرم، خلاص ما عادتش تمشي هنا خلاص، لان ده ما هنخلص هيمشي مش هيقعد يعني. هنا قمت قايل طب ما تاخد الديد مع اللايف اميديت، صح؟ طيب واطرح منه، اطرح منه ايه؟ اقوم كده قايل كده سستند لودز اميديت. هنا كلمة سستند مش الهدف منها انه هيقعد، لا ده توصيف للايه؟ هو مين الاحمال اللي اسمها سستند؟ ايه الاحمال اللي اسمها سستند؟ اللي هي الديد زائد مين؟ زائد ربع اللايف كاسم يعني. سستند هنا بس توصيف للاسم، بس الاحمال اللي اسمها سستند دي هحسب لها الايه؟ هحسب لها مين؟ immediate. طب لو طرحت دول من بعض يقوم الديد يروح مع مين؟ مع الديد، واللايف يطرح منه كام؟ ربع، يقوم ده يطلع لي الافكت اوف ايه؟ اوف 75 من 100 اللايف immediate. لا مش هينفع، اصل في حاجه بتقعد لحظه وتمشي ما بتكملش، وفي جزء بيكمل، هي دي المشكله. طب يبقى جرب كده وبعدين نتناقش، بس هي الفكره كلها ايه؟ الفكره كلها ان اللايف لود هيأدي مهمه ثلاث ارباع اللايف لود، هيقوم بمهمه اللحظه ويقوم يخرج يمشي، ومين اللي هيقعد؟ الربع. هي دي المشكله، هي دي المشكلة، إن أنت ما عندكش في البرنامج إمكانية إنك تحط الأحمال كلها، تقوم عاملة الإيميديت، تقوم ساحب منها 75 وسايب الباقي، ما عندكش الإمكانية. هي دي المشكلة. هي دي إيه المشكلة. طيب، فأنا هعمل إيه بقى دلوقتي؟ هعمل كده. A زائد B ناقص C. ايه بقى اللي هو ايه؟ سستند، اقرا بقى معايا كده، اقول سستند لودز اللي هم مين بقى؟ ديد زائد ربع لونج تيرم. كلمة لونج تيرم هنا تعني ايه؟ دلتا اي زائد دلتا سي. يبقى ده خد من الاول للايه؟ للاخر. نمره بي immediate all loads اللي هو مين زائد مين؟ ديد زائد لايف اللي هو الاول، وإميديت يعني إميديت بس. وديت عباره عن ايه؟ سستند لودز اللي هي مين؟ ديد زائد ربع، بس ايه بقى؟ اميديت. يبقى بي وسي لما يتطرحوا من بعض بيدوني الافكت بتاع مين؟ ال 75 من 100 لايف اميديت، والايه هي دور الربع زائد الديد اميديت ولونج. واضحه كده؟ يبقى كل اللي احنا هنعمله هنعمل كام لوت كيس؟ ثلاثة، وفي الاخر نعمل لوت كومبينيشن A زائد B ناقص C.
واضح؟ نعمل الكلام دوت على الايه؟ البرنامج. طبعا انا هضطر بقى افتح المساله تاني واروح للديفاين للود كيسز. الاميديت اول لودز اللي انا اوريدي كنت عاملها دي تبقى مين؟ بي، صح؟ يبقى انا محتاج اعمل ايه و وسي. طيب نروح نعمل، فاقول اد نيو، اد نيو، واقول ايه بقى؟ سستند، اقرا معايا كده وقول لي سستند لونج تيرم. سستند يبقى الاحمال عباره عن ايه؟ الديد بواحد واللايف بربع، صح كده؟ طيب لونج تيرم هو بيكتب عربي يبقى سستند لونج تيرم. ممكن واحد يسميها A و B و C، بس يبقى عارف ايه معنى A و ايه معنى B و ايه معنى C. خلاص انا خدت الديد وربع اللايف، اجي هنا اختار مين؟ اخر واحدة. سألني على مين بقى؟ على الكريب كوفيشنت، فاكرينه؟ اللي هو مين؟ الفاي، اللي هو 2 ماينس 1.2 من 10 الاي اس داش على مين؟ على الاي اس. لو هو ب 2 يبقى الاي اس داش هنا بكام؟ بصفر، صح؟ طب لو الاي اس داش قد الاي اس، اغير الرقم ده واخليه كام؟ اخليه كام؟ فاكرين؟ 8 من 10. بمعنى ان هو 8 من 10 ان المساله سي ان هي بلاطه وفي طبقه فوق وطبقه تحت، وانا اخلي ايه اللي فوق زي اللي تحت. طب افرض الاي اس داش نص الاي اس، اعمل ايه؟ اعوض في المعادله واطلع قيمه الايه؟ قيمه الفاي. والمعامل بتاع الشرينكج هنسيبه، او ترجع بقى للكودز وتشوف القيم بتاعته بتبقى كام وكده. اوكي. طيب اعمل اد تاني، مين اللي عليه الدور بقى؟ سي. سي اللي هي ايه بقى؟ سستند برضو، بس ايه بقى؟ اميديت. اقوم انا واخد هنا الديد بكام؟ بواحد، واللايف بربع، بس اختار هنا مين؟ اللي هي نون لينير كراكت. نون لينير كراكت دي بتعني هو هشتغل على اي جروس ولا على اي افكتيف؟ بس ليه؟ لانه في النهايه كله اميديت. كده انا خلصت. اوكي اروح بقى للديفاين للود كومبينيشن واقول اد نيو واقوم مسميها لونج تيرم. دي عبارة عن ايه بقى؟ A زائد B ماينس A ماينس C. طيب الـ A بقى اللي هي كان اسمها ايه بقى؟ نرجع تاني للمعادلة. Sustained long term. Sustained long term. واخدها بكام؟ بواحد، يعني كلها. وافتح الخانه الثانيه بي اللي هي اول اميديت، صح؟ اميديت اول لودز بواحد. طيب وارجع اخد مين؟ سستند اميديت، بس تبقى ايه بقى؟ سالب واحد. خلاص؟ اوكي. طبعا انا بقى خلاص ممكن احفظهم، ممكن احفظهم، وفي كل مساله يعني ايه؟ يعني اول مره فهمت، بعد كده خلاص دول حطه في كل المسائل بنفس الشكل. عملنا ايه؟ خرجنا. معلش هنعملها تاني. انت حر بقى جرب، بس لما تعمل اي حاجة لازم تفكر ويبقى لها اساس وما النتائج تطلع قارن دي مع دي وشوف يعني الموقف يعني. وبعدين ممكن تبقى انت غلط وممكن نبقى احنا غلط.
وممكن نبقى احنا الاثنين غلط عادي يعني، كل شيء وارد. اوكي. طبعا انا خلاص كده خلصت، اعمل ران تاني وهقف عند نفس النقطه بقى اللي كنا واقفين عندها. فاكرين كانت طلعت 20 لو هو الينير، 35 لو هو كراكت. طبعا لونج تيرم بقى هتطلع كام؟ هنشوف اكتر طبعا. هو ده الرقم الاخير، ده هو ده اللي انت بتتحاسب على اساسه. طب اعرف صيف ولا انصيف ازاي؟ اروح للكود يقول لي في البلاطات ديفليكشن يبقى سيف لو كان لسبان على 500 مثلا او على 300 او مقاسم لسبان على 300، هيطلع لي رقم. المفروض الرقم اللي انا مطلعه من البرنامج يطلع اقل منه، لو طلع اكبر ما ينفعش. يبقى اعمل ايه بقى؟ احط اس داش او ازود السمك او احط كاميرات او تصرف بقى، حل مشكلتك مع نفسك. ايه؟ ارجع بقى للكود. يعني الموضوع ده شائك شوية، حتى الكود الامريكي، الكود الامريكي جه مرة قال لي سبان. يعني لو انا تخيلت ان دي جزء من بلاطة مثلا، وهنا عمود وعمود وعمود وعمود، السبان الكود الامريكي قال سبان ومحددش انه سبان. انت عارف اقرب حاجه للصح وللمنطق ان انا اخد كده. ليه؟ لان النقطه دي مش هتتحرك والنقطه دي مش هتتحرك، فلما يحصل حركه في النص يبقى الحركه دي حقيقيه، يعني ريلاتيف، نسبي ما بين ده وما بين ده. فالصح ان انا اخد الدياجونال. لكن لو انا جيت اخد كده، ما انا لو خدت سيكشن زي واي واي ده مثلا، هتلاقي السيكشن واي واي ده النقطه اللي في البدايه هتنزل الاول، والنقطة اللي في النهاية هتنزل، والنقطة اللي في النص هترجع ايه؟ هترجع تنزل. فده الريلاتيف. فهم عابوا على الكود الامريكي ان هو قال الاسبان وسكت وسابها كده. ايه؟ ما انا بقول لك هو الموضوع شائك شوية. يعني انا فاكر ان احنا كنا بنصمم منشآت وكده، كنا بنعتبر يعني كنا شغالين على البريتش ستاندرد وكده، فكنا بنعتبر 20 مللي بالنسبه لنا هو الرقم اللي بنقارن بيه وكده. الموضوع في الاخر عايم، وسابوه عايم وسابوا الناس يعني ايه، كل واحد بقى ايه يجتهد على حسب يعني، بحس فتحوا الطريق يعني، بحس يعني. لكن ده كان الموقف يعني، لكن اعتقد مع الوقت بيبتدوا يحددوا يعني، يتداركوا من الحاجات دي ويظبطوها وكده. فانا شخصيا كنت بعتبر ان 20 مللي رقم يعني اقارن بيه يعني، اذا اقل من 20 مللي يعني 2 سنتي خلاص اكبر، احاول ان انا ايه اخد اجراء يعني اعدل الامور شويه، اقلل القيمه وكده. طبعا هو بيعمل ترايلز برضه كده، احنا زودنا بقى الكيسز فترايلز والاتريشنز بتكتر. المفروض ان انا ما يخلص اعمل ديسبلاي لانه حاله بقى للود كومبينيشن الاخيره اللي اسمها لونج ايه تيرم، اللي هي الاي زائد البي ناقص السي، واشوف النقطه اللي احنا كنا دايما بنبص عليها ونشوف الرقم هيكون في حدود كام وكده. طبعا على ما يخلص يعني في جزء موجود في الايتابس والسيف اللي هو الريليز، وفي ريسترين، وفي كونسترين. احنا طبعا هو ده الجزء اللي يهمنا اكتر اللي هو ريليز. طبعا هو خلص
انا هروح اعمل ديسبلاي ديفورمد شيب، بس هنزل تحت على اللود ايه كومبينيشن واخد مين لونج ايه لونج تيرم. هنكبر بس المسألة شوية نشوف المكان كام دلوقتي. 72 ده القيمة اللي المفروض بقى ايه to be checked. دي القيمة اللي هي to be checked. في الأول خلاص كان كام؟ لو أنت شغال ايجروس كان 20، اللي هو الديد واللايف كان كام؟ 20. دلوقتي بقى كام؟ بقى كام و70 اهو، سي 80 مثلا، يعني اربع اضعاف الايه؟ اللي انت كنت حاسبه. فلو انا ما ينفعش اجي اقول انا ده طلع 20 ده سيف خلاص انتهى الموضوع، لا ده هو مش 20 ده هو 70 او 80. فخلي بالك يعني ده الاسلوب الصحيح لحساب الايه؟ لحساب الديفليكشن وكده. نرجع بقى ورا تاني نشوف ايه بقى موضوع الريليز والريسترين والكونسترين. ريسترين او ريسترينت، الموضوع ده مهم جدا. ريسترينت تساوي سبورت، تساوي سبورت. يعني ايه سبورت؟ يعني لو انا عندي جسم كده element كده في 2D مثلا، في محور X ومحور Y، انا عندي اصلا في السبيس، في السبيس في كم حركة؟ في السبيس 6 حركات، اللي هم الدي اكس والدي واي والدي زد وثلاثة روتيشن. كلمة restraint ان انا اجي على اي حركة من دول واخليها بزيرو. كلمة restraint ان انا اجي على اي حركة من الستة واخليها بايه؟ بزيرو. لكن انا لما بيكون عندي مسألة في مستوى يبقى عندي كم حركة؟ اللي هي الدي اكس والدي واي، ده في ال 2D. لو انا شغال في ال 2D، ده لو انا شغال في ال 3D. لو انا شغال في ال 2D عندي الدي اكس والدي واي وزاوية اللي حوالين زد. فلو انا حطيت اي حركة من الحركات بزيرو ده معناه يساوي ريسترين. يبقى ريسترين معناها بتقيد الحركة، بتمنع الحركة. فلو انا جيت عملت دي كده فيكسد ده معناه ايه؟ ان انا عملت ريستريننج لمين؟ خليت الدي اكس تساوي صفر، وخليت الدي واي تساوي صفر، وخليت الزاوية فاي او ثيتا تساوي صفر. فعملت ريستريننج لثلاث حركات. طيب لو انا عملت الناحية الثانية فيكسيشن برضو يبقى عملت نفس الكلام. ده اللي هو الايه؟ ريسترينينج، او حطيت ريسترينت او تو ريسترين، انك تحط ايه قيد، يعني تخلي الحركه بزيرو. ريليز بقى عكسها. ريليز ايه عكسها؟ لو دي الكاميرا، لو دي الكاميرا فيكسد فيكسد، دي الكاميرا موجوده من الاصل فيكسد فيكسد، ست ثلاث حركات وثلاث حركات بزيرو. عاوز احرر الحركات، واحد مقفول، حاجة مقفولة عاوز افتحها. فالمعنى ان انا اعمل ريليز، افك شيء ممسوك. فلو انا عملت ريليز للزاوية والزاوية يبقى الريليز بيتعمل لحركة مش لقوة. الريليز بيتعمل لايه؟ لحركة. لان واحد متكتف، فهتعمل ريليز يعني هتحرره، يعني هتخليه حر الحركة. فكلمة ريليز تعني ريليز للحركة وليس للايه؟ للقوة. فلو انا جيت على البيم ديت اللي فيكسد فيكسد وعملت ريليز للروتيشن على اليمين وعلى الشمال تصبح ايه؟ تصبح هنجد هنجد. يبقى انا عملت ريليز لايه؟ لحركتين، اللي هم خليت الثيتا عند ايه فري، وخليت الثيتا عند بي فري، حر يتحرك براحته. حررته، كان مقفول عليه فتحت له الباب، فعملت ريليز للحركة. فلما بعمل ريليز للحركة ايه اللي بيحصل للقوة؟ المناظرة للحركة. ايه اللي بيحصل للرياكشن المناظر للحركة؟ ايه اللي هيحصل؟ ها
هيروح. ما هو انت مكتفني فيبقى لي رد فعل. طب انت شلت القيد خلاص هسكت صح؟ هي نفس القصه، لما انت منعت الحركه كان في ايه؟ لما انت منعت الحركه كان في رياكشن، لما حررت الحركه اصبح مفيش ايه؟ مفيش قوه. فهنا في الحاله ديت يبقى المومنت عند ايه؟ يطلع يساوي صفر، والمومنت عند ايه؟ بي يطلع يساوي صفر. يبقى لما حرر اما اعمل ريليز لحركه بطير القوه المقابله. طب ينفع اعمل ريليز للدي اكس في الناحيتين؟ ينفع؟ طب لو عملت هيحصل ايه؟ هيبقى انستيبل. طب ينفع اعمل ريليز للدي واي في الناحيتين؟ لا. فهو بيقول لك اعمل ريليز براحتك في اي مكان في اي حته، بس في النهايه الجسم لازم يفضل ايه؟ يبقى ستيبل. اوعى تعمل ريليز تحوله لايه؟ لانستيبل. يبقى اللي احنا نفهمه دلوقتي ريسترينت او ريسترينت ده سهل، ان انا بحط سبورت، بحط هنج، رولر، فيكسد، اي حاجه. انما الريليز ان يبقى فيكسد يتحول لفري مثلا، عكس بعض. اللي احنا هنعمله او هنهتم بيه هو موضوع الريليز، هو موضوع الريليز. طب ايه بقى موضوع الكونسترينت او الكونسترين؟ لو انا عندي مستوى كده، مستوى وليكن مستوى اكس واي، وانا رسمت فريم، دي ورقه، ورقه في كراسه يعني، وانا رسمت فريم ده، دي بنقول عليها ايه؟ بلين يعني، او شيء مستوي يعني، او حاجه في ال2 دي. لو انا رسمت فريم، لو انا رسمت فريم في الورقه، ايه المعنى؟ ايه الموقف بالنسبه لاتجاه زد؟ كاني بقول لاتجاه زد ايه؟ كاني حطيت شرط على اتجاه زد، قيد على اتجاه زد، ان مفيش حركات فين؟ في زد، من غير ما اقول، يعني من غير ما اكتب، مجرد ان انا ارسم المساله في الورقه واحط الاحمال في مستوى المساله، فانا بفترض ان مفيش حركه فين؟ او هو بيفهم ان مفيش حركه في زد، فده معناه كونسترين او كونسترينت، كان انا حطيت قيد او شرط ان اتجاه زد ده مفيش فيه حركه، مفيش فيه ايه؟ مفيش فيه حركه. طب ايه برضو معنى كونسترين؟ ان انا لو عندي جوينت زي ديت، دي جوينت وانا مسميها ايه؟ بقول عليها ريجيد. ايه ريجيد جوينت؟ يعني ايه ريجيد جوينت؟ يعني لو الزاويه كانت 90 درجه تفضل الزاويه كام؟ 90 درجه، بس الجوينت دي هتتحرك وتلف، فبعد شويه لقيتها عملت كده، بس تفضل الزاويه كام؟ 90. وعشان الزاويه تفضل 90 يبقى الضلع ده لو لف لازم الضلع الثاني يلف بنفس الايه؟ بنفس القيمه. يبقى كاني حطيت قيد او شرط ان الاثنين يتحركوا بنفس الايه؟ بنفس الايه؟ القيمه. فده اسمه كونسترينت، اسمه كونسترينت. انما ريسترينت انك تمنع الحركه، ريليز انك تفك الايه؟ تفك الحركه. احنا مش هندخل على السيف ولا الليترز، بس انا اقول انواع الريليزز وبعدين نبقى نكمل الايه المره اللي جايه. الريليزز بقى في السيف لها ثلاث انواع، يعني انا بتكلم عن موضوع اساس انه له اساس في الليترز والسيف. في حاجه اسمها لاين ريليز، معلش سوري، اند ريليز. في حاجه اسمها اند ريليز، وفي حاجه اسمها لاين ريليز، وفي حاجه اسمها ايدج ريليز. والثلاثه موجودين فين؟ في برنامج السيف، وهنتعرض لهم. اند ريليز يبقى لازم انت تتعامل مع لاين، يبقى الاوبجكت عندك لاين، لان انا ما اقدرش، ما فيش حاجه لها اند غير اللاين. اللاين نهايته نقطه، فليه اند؟ فالامر بتاع الاند ريليز مش هيكون فعال غير ما تكون انت مختار ايه؟ مختار لاين، مختار ايه؟ لاين. طب انا بستفيد بيه في ايه؟ لما يكون عندي مثلا مساله وفيها كاميرا مستمره مثلا او سيمبل، فالكاميرا في البدايه عند الاند، عند الستارت او الاند، متوصله بعمود.
الكاميرا لها لاين والعمود له لاين، والكاميرا لها جسم والعمود له جسم، ففي جوينت فيتولد نيجاتيف مومنت. يتولد ايه؟ نيجاتيف مومنت. فلما بيتولد نيجاتيف مومنت يقوم ساحب مين؟ لانه طبعا بيوصل بقى، بيوصل النيجاتيف بالنيجاتيف وينزل من نص دبليو في ال سكوير على كام؟ على 8. فايه اللي يحصل للبوزيتيف بالذات في اول باكيه؟ مش هيبقى حقيقي. انا عاوز المومنت عند اول سبورت يبقى بزيرو، والمومنت عند تاني سبورت له قيمه. اقوم اوصل الصفر بالقيمه وانزل دبليو في ال تربيع على 8، يبقى البوزيتيف مومنت هتطلع قيمته كبيره. لكن لو انا سبت الجوينت تشتغل وفي ستيفنس وهيبقى في نيجاتيف على الاند، هيقوم البوزيتيف يطلع قليل. فالكود المصري قال لي لا، البدايات او سيمبل بيم بعتبرها 0 و0 وانزل دبليو في ال سكوير على 8 وارجع انا ازود مين بقى اللي هو دبليو في ال سكوير على كام؟ ليه بحط دبليو في ال سكوير على 24؟ لان في جوينت الوصله ما هياش بين، لا ده في جوينت وهيتولد نيجاتيف، بس يقول لك يبقى اضيفه انت، لكن حلها على ان هنا في هنج في بين. طيب اعمل ايه؟ فلازم ادخل في البرنامج واختار الاند اللي على اليمين خالص والاند اللي على الشمال خالص، واعمل بقى اند ريليز. اعمل لهم ايه؟ اند ريليز. يبقى كل الكاميرات اللي في البلان البدايات والنهايات اختارها واعمل لها ايه؟ واعمل لها اند ريليز. فيقوم البرنامج لو هو رسم الكاميرا بدايتها كده مثلا، دي الباكيات سي ثلاث باكيات، بيقوم جاي حاطط لي نقطه هنا وحاطط لي نقطه هنا. ده معناه ايه؟ انه عمل ريليز عند الستارت والاند. بس انا لما اجي اعمل ريليز هعمل ريليز لمين؟ عشان المومنت ده يضيع اعمل ريليز لمين؟ اعمل ريليز لمين؟ للدي اكس ولا الدي واي ولا السيتا؟ انا بشوف انا عاوز اطير مين؟ المومنت. فمين اللي بيقابل المومنت؟ فاعمل ريليز للسيتا. اعمل ريليز لايه؟ للسيتا. اسيبكم بقى ايه تبحثوا شويه كده عن اللاين ريليز والايدج ريليز، بس طبعا تبقى عارف ان اللاين ريليز ما هو لاين زي ايدج، يبقى لازم يكون مع ايه؟ مع اريا ايه؟ اريا اوبجكت. طيب انا هعمل ايه على اللاين اللي بيفصل ما بين اريا واريا؟ ان انا ممكن اخلي باكيه سيمبل، يعني باكيه في وسط المبنى، باكيه دي فيها حمام وانا هسقطها، فايه اللي هيحصل للمومنت بتاعها؟ مش هيبقى ايه؟ مفيش نيجاتيف. فعاوز اشغلها سيمبل مع انها باكيه في وسط المبنى، فاعمل ايه؟ ريليز لمين؟ ايوه بس ريليز لانه حركه للروتيشن. طب لو عاوز اقطع باكيتين من بعض كان في اكسبانشن جوينت، يعني عاوز اجي في مكان كده واقطع باكيه بحيث تبقى كانها كان في جوينت اكسبانشن جوينت بينها وبين الباكيه اللي بعض، اعمل ريليز لمين؟ ريليز للمومنت والشير. اعمل ريليز للايه؟ للمومنت والشير. فلو انا عملت ريليز للمومنت والشير يبقى يساوي كات، كان انا ايه؟ قطعت. فانا ممكن فعلا اشغل باكيه كانها وان واي، يبقى عندي باكيه في المبنى اشغلها وان واي، اجي على يمين وشمال واعمل ريليز للمومنت والشير واسيب الجنبين الايه؟ التانيين، فتقوم الباكيه كانها اتقطعت وتودي حملها فين؟ في اتجاه واحد، زي باكيه مين؟ زي باكيه السلم. انا ممكن اكون عامل باكيه السلم ضمن الايه؟ ضمن البلاطه، يعني جزء من البلاطه افقيه، بس اقوم اعمل كات يمين وشمال فتقوم ترمي الحمل بتاعها فين؟ على ايه؟ على الكاميرا وكاميرا، بس الكاميرا اللي في الناحيه الثانيه مش في منسوب الدور، وانا رسمها في منسوب الدور ومش عاوزها تشتغل في منسوب الدور. يعني لو انا رسمت سلم كده مثلا، اخر حاجه أنا. لو انا ده السلم، ده كده السلم، انا عاوز من اول هنا كده لغايه هنا البلاطه دي تتقطع من البلاطه دي، صح ولا غلط؟ مظبوط. طيب وفي هنا عمود وهنا عمود، وانا عاوز الكاميرا ديت ما تكونش في منسوب الدور، تبقى في منسوب نص الدور، عشان الحمل لما يروح لها تشتغل كانها ايه؟ كانها سيمبل، ما تنقلش نيجاتيف مومنت اللي بعديها. فاللاين ده انا هعمل عليه ريليز لايه؟ للمومنت والشير، يبقى عملت قطع. طب اللاين ده
عشان الكاميرا اللي هي اي بي ما تشتغلش مع سي كونتينوس وتبقى شايل السلم بس. فاجي عندي بي واعمل ريليز لايه؟ للمومنت بس، اعمل ريليز للمومنت. طب ليه ما عملتش ريليز للشير؟ مش هينفع. وثانيا كده كده الحمل رايح للعمود، كده كده الحمل رايح لمين؟ للعمود. فمش هينقل حاجه. اللي كان هينقل للناحيه الثانيه مين؟ المومنت. وانا هعمل ريليز للايه؟ للمومنت. فطبعا الثلاث الفاظ دول مهمين جدا، ويعني اللي احنا هنعتبره اكتر اللي هو الريليز. وعندنا ثلاث حاجات: اند ريليز، ايدج ريليز، لاين ريليز. الفرق بقى بين الايدج ريليز واللاين ريليز انك لما بتعمل الايدج ريليز بيعمل على الاربع نواحي. عيب الايدج ريليز انه بيعمل ريليز على الاربع نواحي في نفس الايه الامر غصب عنك. لكن اللاين ريليز ممكن تختار ايه؟ اي لاين وتعمل عليه ريليز. فساعات انا بستخدم الايدج ريليز لما يكون عندي باكيه كلها ايه الاربع حدود بتوعها هي ايه هيسقطوا في نفس ايه اللحظه. انا كده خلصت. انا بس هعمل لك هسالك سؤال كده. لو عندي مساله وفيها كاميرات مثلا بلاطات وكاميرات، وفي مثلا باكيه، باكيه زي دي كده، باكيه يعني محصوره باربع كاميرات واربع اعمده، والباكيه دي هتسقط. ده سؤال، ده سؤال رقم واحد، هتعمل ايه؟ السؤال رقم اتنين ان انا يكون عندي في المساله سقف فلات وانا جيت سقطت جزء كده من البلاطه، لكن الجزء دوت لو انت بصيت في البلان هتلاقيه جزء من الباكيه وليس ايه؟ مفيش طبعا كاميرات، مفيش كاميرات، لا انا جيت بس ايه؟ سقطت بس الجزء ده، فده سيكشن سي مثلا، ده سيكشن ايه؟ اكس اكس. فده السؤال ايه؟ رقم اتنين، يعني في كل مساله هتصرف ازاي؟ كده خلاص. ونكمل ان شاء الله يوم الايه؟ الاثنين بقى اللي جاي. يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. لا هو احنا لا السبت الاول. السبت الأول. انا متخيل ان النهارده السبت يعني. لا يبقى السبت ان شاء الله. ويمكن نخلص السبت. انا ليه الجزء الثاني؟ بتاع المحاضرة. الاول. انا الجزء الثاني بتاع المحاضرة. شكرا. خلاص.